163 و164 فقرة 1 من القانون المدني، والمواد 266 و309 فقرة 1 و320 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 187 من القانون رقم 17 لسنة 83 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 في شأن المحاماة. حكمت المحكمة حضوريا في الدعوة الجنائية أولا بمعاقبة كل من المتهمين محمد محمود علي زناتي وعبد العظيم إبراهيم محمد عطية ومحمد محمد إبراهيم البلتاجي وصفوة حمودة حجازي رمضان بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات عما أسند إليه بشأن القبض على المجني عليهما واحتجازهما والتعدي عليهما. ثانيا بمعاقبة كل من المتهمين محمد محمد إبراهيم البلتاجي وصفوة حمودة حجازي رمضان بالسجن لمدة 10 سنوات عما أسند إليه في تهمة إدارة جماعة على خلاف أحكام القانون. ثالثا بمعاقبة كل من المتهمين محمد محمود علي زناتي وعبد العظيم إبراهيم عطية بالسجن لمدة 5 سنوات عما أسند إليه بشأن مشاركته في الجماعة. رابعا إلزام جميع المتهمين المصروفات الجنائية. خامسا ببراءة المتهمين بالداخل الاتهامات التي نسبت إليهم. وفي الدعوة المدنية بإلزام المحكوم عليهم بالتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 100,001 على سبيل التعويض المدني المؤقت وألزمتهم مصروفات الدعوة المدنية ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. رفعت الجلسة.